امبارح وزارة المالية أعلنت بشكل رسمي التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لدمج المراجعتين الأولى والثانية لقرض 3 مليار دولار، وقالت أنه هيتم تحديد موعد وصول بعثة الصندوق لمصر قبل نهاية 2023. فيا ترى الكلام ده معناه إيه؟ وهل كده فعلا مفيش تعويم للجنيه إلا في السنة الجديدة؟ وإيه كواليس الساعات الأخيرة في المفاوضات ما بين مصر ومسؤولي صندوق النقد الدولي؟ وهل قدمت الحكومة المصرية تعهدات جديدة للصندوق عن مرونة سعر الصرف وكمان عن تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية وزيادة نسبة القطاع الخاص في الناتج المحلي؟ طبعا كل الكلام ده هنعرف تفاصيله أكتر، ولكن بعد الفاصل فتابع معانا. بانكير، نبض البنوك. امبارح الحكومة المصرية ومن خلال وزارة المالية قالت انها توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الاولى والثانية، واللي هيعملهم الصندوق لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الحكومي، وده بعد تأجيل المراجعة الاولى اكتر من مرة وسط تساؤلات حول التقدم اللي احرزته مصر في الوفاء بشروط صندوق النقد الدولي. وقالت وزارة المالية في شرح تفصيلي على موقعها الإلكتروني إن الحكومة اتفقت مع مسؤولي صندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الأولى والمراجعة الثانية في توقيت واحد من المتوقع تحديده قبل نهاية 2023. وأكدت إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بتسير بشكل مثمر وإيجابي وفقا لشروط البرنامج المتفق عليه مع الصندوق. زي ما احنا عارفين، وافق صندوق النقد الدولي في ديسمبر اللي فات على قرض قيمته 3 مليار دولار في اطار تسهيل الصندوق المدد لمصر اللي بتتعرض لضغوط ماليه قويه بمناسبه تداعيات الحرب الروسيه الاوكرانيه واللي حصل بعد كده في سلاسل الامداد والتوريد وفي اسعار السلع الاساسيه، خصوصا اسعار الحبوب وكمان الطاقه. وفقا للشروط المتفق عليها بين مصر والصندوق، بيخضع تقديم الدفعات ضمن برنامج اللي بتبلغ مدته 46 شهر لـ8 مراجعات، وكان من المقرر اجراء المراجعه الاولى في شهر مارس اللي فات، لكن ده ما حصلش وسط تقارير بتفيد بعدم رضا الصندوق عن التقدم اللي احرزته مصر في الوفاء بشروط الاتفاق. خلينا نقول لحضراتكم ان تعهدت مصر باعتماد سعر صرف مارين عندما توصلت الى اتفاق مع القرض او مع صندوق النقد الدولي بشان القرض اواخر السنه اللي فاتت، وبسبب بعض الاجراءات اللي خدتها الحكومه نجحت في استقرار سعر الصرف عند 31 جنيه للدولار في البنوك وشركات الصرافه المعتمده. لكن الصندوق شايف ان ده مش سعر عادل وبيطالب بمزيد من مرونه سعر الصرف. طيب بعد الاتفاق على دمج المراجعتين، هل كده مفيش تعويم؟ أكدنا لحضراتكم مرارا وتكرارا وقبل كده كتير إن مفيش تخفيض لقيمة العملة هيحصل حاليا، سواء دلوقتي أو على المدى القريب أو حتى المتوسط، وده لأن مصر شايفة إن سعر الجنيه أو العملة المصرية مقيمة بأقل من سعرها بسبب أزمة نقص العملة الأجنبية، وكمان بتراهن على الوقت وعلى جمع سيولة دولارية كبيرة من بيع عدد من أصولها خلال الشهور اللي جاية. المتوقع جمع ما يقرب من 5 مليار دولار قبل منتصف 2024. طيب هل مصر قدمت تنازلات جديدة علشان الصندوق يوافق على دمج المراجعتين؟ الحقيقة المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي مستمرة طول الوقت، ومصر ما قدمتش أي تنازلات، بالعكس الصندوق النقد الدولي هو اللي أبدى تفهم واضح لموقف الدولة المصرية والحكومة المصرية للظروف الصعبة اللي بيمر بيها الاقتصاد المصري، خصوصا وإن العالم كله بيعاني من نفس الظروف وفي دول كبيرة جدا وعندها فجوة تمويلية ومشاكل كبيرة بسبب اللي بيحصل في سلاسل الإمداد العالمية والارتفاع غير المسبوق في أسعار الحبوب وحتى أسعار المواد البترولية. كنت معاكم من بنكير، أنا عبد المنعم إبراهيم، تقبلوا خالص تحياتي وإلى اللقاء. بنكير، نبض البنوك.